عقد من الزمن مضى، مجلس أريد له أن يكون منبرا لحكماء المسلمين يعززون من خلاله قيم التسامح والاعتدال، يسعون من خلاله تحقيق الحوار البناء الهادف، يعينون فيه الإنسان والإنسانية على قبول الاختلاف باعتباره سنة كونية إرادة أزلية. إذن مبارك عليكم جميعا بهذا العقد الأول من عقود مديدة مباركة قادمات بإذن الله عز وجل، والعاملين والعاملات في هذا المجلس كل بما قدم لهذا المجلس وبما سعى في هذا المجلس وبما تحقق لهذا المجلس، أو ما كان لهذا الإنجاز ولا لهذا النهوض ولا لهذا المستوى من التقدم، ما كان كل ذلك ليتحقق لولا تعاون الجميع ولهذه الدولة المباركة التي احتضنت هذا المجلس، أعني دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظ الله عليها أمنها واستقرارها، ووفقها ووفق قادتها وشعبها إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وليس بأمر غريب على هذه الدولة المباركة، دولة التسامح والانفتاح والتطور والتقدم والاستقرار والأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.